من هالزمن الميلادي اللي فيه تأملنا أنا وياكن بشخصيات المغارة، تأملنا أنا وياكن بالحيوانات وبكتير إشياء كان لازم إنه نعرف عنها أكتر. بيبقى إنه في قطب خفية كتير، في شخصيات كتير مرقت ما نحكى عنها بالكتاب المقدس. يمكن بيسوى بعد ينحكى عن سان نيكولا، بيسوى بعد ينحكى عن سان فرانسوا داسيز اللي هو كان بأساس بناء المغارة، مغارة الميلاد. بيسوى ينحكى عن كتير أمور حول هالعيد. كتبت ولحنت كتير عن الميلاد، وبعرف إنه ميلادنا قبل كورونا ما عاد بيشبهنا، ما عاد بيشبه قصة الميلاد. بدي قلكن كتار منا إخوتي مفكرين إنه الميلاد قصة مفرحة حلوة، ولكن أنا سألتكن وهلأ بدي أسألكن قبل ما أنهي هالحلقة، أقولكن ليش الأحمر، اللون الأحمر بيطغي بزمن العيد؟ لما تتأملوا شوي بتعرفوا إنه لون الدم هو اللون اللي بيطغي، لأنه هالمشهد إذا بدي أقول مرق فيه مأساة كبيرة اسمها مجزرة، مجزرة الأطفال. بسأل حالي ليش عم نهدي أولادنا هدايا بالعيد؟ أقولكن لحتى ندفي فكرنا شوي، ندفي قلوبنا شوي، ونقول نحن منا هيرودوسيين. أقولكن منعمل هالشي تنقول نحن منحب الأطفال، منحب الطفل يسوع، أو تنذكر بالهدية اللي الله هدينا إياها وحطها بين إيدينا. أقولكن إخوتي هالأطفال اليوم اللي هني بين إيدينا هني مشروع يسوعي أو شي تاني؟ كتير في أسئلة حول الميلاد، بس بدي قلكن بالميلاد في عنف كتير كبير، أنا بسميه إذا بدي سميه هو الأبعى التاني تبع الأبعى السخنة. في دراما الألام وفي دراما الميلاد. دراما الميلاد مثل دراما الألام، اتنينتهم فيهم مأساة. في مأساة بولادة يسوع، في مأساة بتهجير يسوع، وبألام اللي عشتها مريم العذراء، بالسيف الذي جاز في قلبها، مثل مزات الألام والدراما وسمفونية الألام اللي صارت على الجلجلة أو بالجلجلة. مشان هيك هذا المشهد إخوتي بحب نصليه، بحب نتأمل فيه، مش بس مشهد بفرح، مشهد حلو، مشهد بخلينا نعيش عجقة عيد، هو مشهد بخلينا أنا وأنتو نتأمل، نصلي، وأكتر شيء ناخد قرار. هيدا التجسد كيف بدنا إياه؟ إذا بتعرفوا أنه سر التجسد هو سر غميق، وبتعرفوا أنه سر التجسد هو بين المأساة وبين الشيء الحلو، بتعرفوا تعيشوا. شكراً على إصغائكن، على مشاهدتكن، على متابعتكن، وإن شاء الله نقدر نقدم لكم بالأيام اللي بدها تجي بعد الأفضل تنكشف عن هالرموز الحلوة، عن كتير أمور نحن بحاجة نتعرف عليها. والله معك.